يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل ذات مرة سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فضربتها ضربا شديدا، ومن شدة غضبها فقد مزقت ثيابها التي كانت عليها. وقد سمعت أن من يشق ثوبه أنه يخرج من الدين، ويجب عليه أن يذهب إلى شيخ ليقرأ له آيات من القرآن وأحاديث نبوية وهو يردد خلفه، وبذلك يكون قد أعاده الشيخ إلى دينه. فهل هذا صحيح؟ وهل علي إثم في ضرب لها ضربا شديدا أم لا؟ أولا، أنت أخطأت في تصرفك في ضربها، إنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إلا بمبرر شرعي وبالحد الذي أذن فيه الشارع، كما إذا نشزت وامتنعت من طاعته وامتنعت من استمتاعه بها على الوجه الشرعي، فإن الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب آخر المراحل، وهو ضرب غير مبرح كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الضرب الشديد أو الضرب لغير مبرر فهذا لا يجوز، حرام على الزوج أن يعمله مع زوجته. لا. أما بالنسبة لما فعلته هي من شق ثيابها، هذا خطأ منها، لأن المسلم لا يجوز له أن يشق ثيابه عند الجزع، وهذا من أفعال الجاهلية، والواجب على المسلم الصبر والاحتساب وعدم شق ثيابه عندما يجزع أو يغضب، هذا لا يجوز. أما أنه يخرج بذلك من الدين كما سألت، هذا غير صحيح، لا يخرج بذلك من الدين، ولكن هذا أمر لا يجوز وحرام عليه، ولكنه لا يخرج به من الدين. وأما الذهاب إلى شيخ ليعمل كذا وكذا، هذا خطأ كبير، وهذا ليس من دين الإسلام. المذنب إذا حصل منه ذنب فإنه يتوب إلى الله عز وجل بدون أن يذهب إلى شيخ، وإنما هذا من فعل النصارى الذين يذهبون إلى رهبانهم وكنائسهم ليخلصوهم من المعصية كما يزعمون. أما المسلم فإن الله أمره بالتوبة بينه وبينه وصدق التوبة، والله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب ولا يحتاج إلى ذهاب إلى شيخ. الله أعلم.